خدتها بحقها وهي اللي تبانت بها وهي اللي في النقد وعدوا لها به بهدتها لهيك ويدت هما التهم اللي تمت مؤاخذتها يعني داروها بها ومعاقبتها من أجل الجرائم التالية. ها هما الجرائم اللي هادو اللي تحت عندهم علاقة بالحساب، هادو ماني عندهم كلهم علاقة بالحساب ماشي بسعيدة شرار، كلهم عندهم علاقة بالحساب الإجرامي ماشي بسعيدة شرار. داروا لها المشاركة بالدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال. واش خبركم أنه راكين كثر من 12 متهم كلهم داروا لهم نفس التهمة؟ علاش الناس ما خرجوش كيضربوا في القضاء وكيقولوا لنا حنا بارئين؟ علاش انتم نفس الاعضاء كنتو نفس المشاركه عندكم ونفس الشبكه؟ علاش ضريني بهذا الكلام؟ لانه كتقولي لبست الملحفه، لطيفه لبست الملحفه، تسلم لبست الملحفه، سلمى لبست الملحفه، كلهم لبسوا الملحفه. علاش انت غادي عندك مشكل معايا؟ من هذا المنبر كنقول لك العدو ديالك راه ماشي سعيده شرف، العدو ديالك هو نفسك، العدو ديالك هما الناس والمحيط ديالك اللي كيشوف فيك، لأن راه كيضربني خاطر عندك صحابك راني فرحانة، هادشي راه ما مفرحنيش، واش أنا أنت عندك أولاد أنا غيفرحني نشوفك في السجن؟ سعيدة شوية مرة أنا ما فرحاناش، أنا ما فرحاناش غنشوفك أنت في السجن كتقولي راه عندك أولاد، وأنا عندي أولاد وغنحس بك كأم، وليك الغلط راه كان ديالك، وكنت كنقول صح ولا الضمير يا ربي هاد الله يكون فيه شي كلام زوين، سنيتو بحالي بحال الناس، كنت كنقول غتكون صح والضمير غتخرج تعتذر، أقسم بجلال الرحمن نخرج أنا نطلب معاك، وخا درتي بيا هادشي كامل، أنا نخرج نطلب معاك، ولكن تخرجي، لا بغيتي ولكن تخرجي، وضربي فيا، وتبيني لي أنا بصورة خايبة عندهم غير بعلاش شنو درت لك أنا.